شلون كان هذا القرار؟ يعني من وين اجى قرارك انه تريد معهد؟ انا يعني قلت لك بعد هذه المشاركات ماكو يعني بالثالث متوسط مفترق طريق يعني صح. او مفترق طرق انه خيارات هوايه اكو اعداديه علمي ادبي، اكو اعداديه مهني ثلاثه تجاره صناعه زراعه، اكو دورات الجيش بحريه جويه والتصنيع العسكري. طيب. اكو معهد فنون جميله واكو معهد اعداد المعلمين. فتحير وين تروح؟ انا مريت مرحله يعني حبي للتمثيل خلاني حتى اغير التسريحه مال شعري مثل واحد من الممثلين اللي هو محمود ياسين. يعني هذا الصوت الرخيم عند محمود ياسين كان يستهويني انا اسمعه، الاداء هو نور الشريف، هذا الرعيل الاول يعني عبد الله غيث، حمدي غيث، محمود مرسي، المليجي، يعني مو كبار، اعلى من كبار. فنانين اعلى من كبار. فكنت يعني اتمنى اشوفهم، اتمنى يعني اصير مثلهم. فكنت اقرا شعر وادي بكيفي، قد حتى قدام بالبيت اقرا لكم قصيده واقوم امثل وما ادري شنو. طبعا هم يعني مو استهزاء بس يضحكون، هم يعرفون شنو هذه. يعني حتى انا عبالي يعني مثلا من يضحكون عبالي مثلا فرحانين بي، وهاي ما اعرف يعني كنت ما اعرفها. صارت متوسط عمري 15 سنه، طبيت المعهد عمري 15 سنه. فالاساتذه صيرونه مثل ما يردون شلون يصنعونه. فصنعونا صناعه يعني كان قاسم استاذنا قاسم محمد الله يرحمه المعلم طبعا. افضل واحد من اهم اساتذه درس التمثيل بالوطن العربي مو بالعراق.